مكان النضال هو الواقع، مكان الوصول للسلطة هو الهياكل هذه اللي راني نتكلم عليها. إذا كان حب نأثر في السلطة ونأثر في قرار السلطة نأثر فيه بالنضال، لكن النضال ليس فقط المشي في المظاهرات، كاين أشياء أهم هي النضال اليومي. ممكن حتى كي نمشي في المظاهرات نمشي بالجمعة ولا السبت، لكن نحترمهم الناس هذو، ممكن صحوا مسار التعدولة اللي كانوا مخطئين فيه وكنا ربما جزء من الخطأ، ولو كنا احنا ما عندنا حتى مسؤولية. مسؤولية في الدولة، مش نهضر في المسؤولية في الحملات ومسؤولية في الأخوة، لأنها ما عندها حتى معنى. أنا أدعو الشباب أنه ينخرط أو يأسس أحزاب سياسية، أنه ينخرط أو يأسس جمعيات.